بوادر الأزمة السياسية التي تهز الساحة الموريتانية بدأت تطفو على السطح عندما أعلن عدد من قادة عادل استقالتهم من الحزب، وكان للاستقالة واقع خاص، فعادل هو أكبر أحزاب الأغلبية ورئيسه هو رئيس الوزراء، كما أن نبرة المنسحبين اتسمت بالحدة والنقد اللاذع للحزب والحكومة. ولم يكد يخف صدى الاستقالة حتى انطلى عدد من نواب الحزب يعلنون سعيهم لحجب الثقة عن الحكومة، وانضم لنواب عادل الحانقين زملاء من أحزاب أخرى في الأغلبية. عدد نواب المنتسبين بهذه المبادرة تجاوز الرقم 32 الذي هو العدد المطلوب لوضع ملتمس الرقابة وحجب الثقة عن الحكومة. نقترب مع الوقت وبشكل مقارب من العدد المطلوب للتصويت على ملتمس سحب الثقة من الحكومة. رئيس الوزراء رئيس حزب عادل خفف في العلن من الأزمة لدى نشوبها، لكن أي رد فعل إعلامي لم يصدر عنه ولا عن رئاسة الجمهورية منذ ظهور الاستقالات وإعلان النواب عزمهم إسقاط الحكومة. أما حزب عادل فقد هون بعض من قادته من أهمية الأزمة وخطورتها السياسية. بالتأكيد هذه الانسحابة خلقت وتحركات النواب نتجت في نفس الوقت، ولا تخسر الحزب ولا هي لن تضر الحزب شيء، لأن الحزب في طور التأسيس وحزب كبير وداخل الشعب الموريتاني بكثرة، وراء برنامج هذا الرئيس هذه الهزات تعطيه دفع. اتحاد قوة تقدم اليساري المشارك في الحكومة اتهم قائد الحرس الرئاسي الجنرال عزيز وقائد أركان الجيش الجنرال غزواني بأنهما وراء الأزمة التي وصفها بالانقلاب السياسي. لإنقاذ الجيش أولا مؤسسة العسكرية ولإنقاذ البلد ثانيا يجب من الآن فصاعدا أن نفصل بين السلطة العسكرية والسلطة السياسية، وأن يكون العسكر تحت قيادة السلطة السياسية. المعارضة لم تعلن بعد موقفها من الأزمة، لكن أكبر أحزابها تكتل القوة الديمقراطية المشتغل حاليا بمؤتمره الأول يتوقع أن يدعم نوابه أي اتجاه لإسقاط حكومة وصفها رئيس الحزب أحمد الدادة بالإفلاس وطالب باستقالتها. الكرة الآن في ملعب الرئيس البوليتاني، فقد يداهن فيطيل الحكومة، وقد يصعد فيحل البرلمان، وقد يترك الساعين لحجب الثقة يواصلون مسعاهم فينجحون أو يفشلون. وفي جميع هذه الحالات هناك تبعات سياسية لا بد من مواجهتها. من باب ولد فغة، الجزيرة، نواف شوط.